دياز أبو خالد؟ أنا مع، لسبب. أول شيء أنه دياز إذا كان حكم عليه بالفشل سواء كان مع الهلال أو مع الاتحاد، هذا ما هو مقياس بأنه هو ما راح يعني راح يفشل مع المنتخب. واعتقد انه دياز اسم كبير وقادر على انه هو يحقق نجاح، بس ما انا مع الشرط اللي قاله الدكتور انه هو يجيب ستاف يكون من اختيار المنتخب نفسه، من اداره المنتخب، بحيث انها هي تحط له ستاف معين بعيد عن الستاف اللي يجي فيه هو، لانه هو هذا هو سبب اللي تقريبا اللي ما يعطيه يعني رؤيه صحيحه في اثناء قياده الفرق. طيب.